نكمل اخبارنا مع حضراتكم. كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتنسيق مع وزاره التنميه المحليه بالانتهاء من خطه تطوير حوالي 115 مجزر يدوي في 26 محافظه وتحويل هذه المجازر الى مجازر اليه وشبه اليه، وده خلال عامين بتكلفه تصل الى 277 مليون جنيه وانشاء حوالي 11 مجزر الي ونصف الي بتكلفه تبلغ 570 مليون جنيه، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين. معانا للتعليق على الخبر الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور حامد، أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ محمد، بصب على حضرتك وعلى الأستاذة أسماء وعلى المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. الخبر بيقول لنا انه يعني في تطوير 115 مجزر، واحنا بنتكلم على انشاء مجازر كمان جديده اليه وشبه اليه ونصف اليه، احنا بنتكلم كمان على 570 مليون جنيه، هدف مهم جدا. المجازر دي مهمه جدا زي ما كلنا عارفين حضرتك، الحفاظ على الصحه العامه وضمان كمان وصول لحوم سليمه وما بقاش فيه ذبح خارج المجازر، فحابين نعرف تفاصيل اكتر والمجازر دي امتى تحديدا كده زمنيا هتخش الخدمه. هو يعني الحقيقه موضوع تطوير المجازر ده موضوع مهم جدا للحفاظ على صحه المواطن المصري، لان حضرتك عارف ان المجازر الاليه احيانا الحقيقه بتكون غير مناسبه لعملية الذبح وبيكون فيها مخالفات كثيرة، بالإضافة لأن هذه المجازر لا تتيح للطبيب البيطري أنه فعلا يقوم بواجبه على الوجه الأكمل وأنه يستطيع أن يكشف على الذبيحة بطريقة سليمة. لكن المجازر الآلية الحقيقة بتوفر كل ده، علاوة على كمان طاقتها الاستيعابية، لأن حضرتك عارف المجازر الآلية هي تكون طاقتها الاستيعابية أكبر بكثير من المجازر العادية، فهتوفر لي انه اولا كميات لحوم كبيره بسبب الطاقه الاستيعابيه الكبيره لهذه المجازر، وبالتالي بتشجع يعني انه تتم عمليه الذبح في هذه المجازر. بالاضافه لنقطه مهمه جدا وهي الحفاظ على الصحه العامه، ودي طبعا اهم نقطه. احنا مهتمين جدا، حضرتك وزاره الزراعه مهتمه جدا بموضوع المجازر، ويمكن برضو انا عاوز اقول لحضرتك انه احنا مهتمين كمان بالمجازر والمحاجر الحدوديه. يعني ليس الحفاظ على صحه المواطن من حيث ما يتم ذبحه داخل مصر من الحيوانات الخاصه بنا، ولكن ايضا احنا مهتمين بالمجازر والمحاجر الحدوديه، لان حضرتك عارف ان احنا بنستورد لحوم المحاجر الحدوديه برضو عشان نفهم الناس، اللي هي الحجر الكشف على اللحوم اللي بتيجي من الخارج. ايوه بالظبط يا فندم، الحجر الصحي يعني. بنستورد حيوانات حيه من الخارج وبيتم ذبحها الحقيقه في الحدود، فمهم جدا ان يكون عندنا محاجر ويكون عندنا مجازر في هذه الحدود. يعني احنا عندنا في اسوان الحقيقه ثلاث مجازر، عندنا في البحر الاحمر مجزرين، عندنا في مرسى مطروح مجزر ايضا، فده مهم جدا علشان ان المحاجر ايضا مهمه في ان احنا هذه الحيوانات التي يتم استيرادها من الخارج بتكون موجوده في هذه المحاجر مده معينه ليتم متابعتها والكشف عنها. تمام، وضمان سلامه اللحوم. بشكرك شكرا جزيلا، جهد مقدر سواء ادخال مجازر جديده في الخدمه او تطوير المجازر الحاليه، احنا محتاجين المجازر الحاليه كمان تطور في كافه المحافظات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزاره الزراعة. بالتاكيد توصيل سواء بقى اللحوم او اي نوع من انواع الماكولات بشكل سليم وصحي للانسان، دي من اهم بقى طب. الحاجات اللي احنا لازم نعمل عليها جميع الوزارات وجميع الناس سواء ما كان تصنيفهم كده. خلصت.